في المغرب دائما وتنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تتواصل إقامة المستشفيات العسكرية الميدانية في المناطق النائية المتأثرة بموجة البرد وتساقط الثلوج. وقد بدأ اليوم المستشفى الميداني بالجماعة القروية أمس مرير بإقليم تنغير في تقديم خدماته بعد أن شهد الأسبوع الماضي انطلاق عمل مستشفى ميداني طبي جراحي آخر بالجماعة القروية للعزيزة بإقليم شيشاوة. ومعنا من أمس مرير موفدتنا الخاصة كلثوم الحاصية لتوافينا بالمزيد من التفاصيل الميدانية. ما إن افتتحت أبواب المستشفى الميداني الطب الجراحي في وجه العموم حتى بدأت الساكنة في التوافد أو ساكنة منطقة مسمرير والقرى المجاورة في التوافد على المستشفى للاستفادة من مختلف الخدمات الطبية. طاقم المستشفى أو طاقم الطبي شرع منذ الساعة 9 صباحا في الفحوصات الطبية، كما بدأ قسم المستعجلات في استقبال بعض الحالات المستعجلة، هذا وتم أيضا توزيع الأدوية على بعض الحالات المرضية بالمجان. تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المستشفى يتزامن مع انخفاض شديد في درجات الحرارة هنا بمنطقة مسمرير وكذلك بالقرى المجاورة.